غزة رمز العزة أنا غزة رمز العزة أنا اللي مات وأنا اللي عزة الله حق الله عدل واللي معاه ربي ديما منصور وانت جيتي تاخد داري وجبتي معاك شهود الصور هادي بلادي هادي أرضي وتاريخي فيها محفور وانا غزة رمز العزة وانا غزة رمز العزة أنا اللي مات وأنا اللي عزة الله حق والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نعيش اليوم 300 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة، نفكر ماذا يمكن أن نقول، ماذا يمكن أن نصف به الوضع بعدما قالته ولخصته أم عبد السلام في 3 كلمات اليوم: الحديد والصبر والعز. أي كلمات يمكن أن نقولها بعد هذه 3 كلمات التي قالت هذه المرأة الحديدية؟ أي خطاب يمكن أن نقوله ونحن نعيش ونرى الصحابة بيننا اليوم؟ لم نعد في حاجة لأن نبحث في كتب السيرة عن الصحابة وسيرهم. الصحابة يعيشون في 21st century. لم نعد في حاجة لأن نقرأ رجالا حول الرسول، فصحابة الرسول يعيشون بعده بسنين، 15 قرنا، ونحن نرى الجيل الفريد الذي يستشهد أبناؤه وعائلته وأسرته، ويلخص ذلك في 3 كلمات: الله يسهل عليكم. لم نعد في حاجة لأن نبحث في السيرة عن أسد الإسلام، ونحن قد عشنا بالأمس ونحن نرى أسد الإسلام الذي بدأ مسيرة الجهاد منذ 87. لكن الكيان الغاصب، لكن هند بنت عتبة وهي المشركة في 21st century لم تستطع أن تغتال أسد الإسلام إلا في 2024. اغتيال القائد الشهيد إسماعيل ليس نصرا للصهاينة، لم يستطيع ذلك منذ 87. والتاريخ يذكر القسام أكثر مما يذكر بن غوريون. والتاريخ تكبير، والتاريخ يذكر أحمد ياسين أكثر مما يذكر شيمون ليفي. والتاريخ يذكر كل قادة القسام: يحيى عياش 96، وشحادة، والشقاقي، والعروري، واللائحة طويلة. التاريخ سيذكر محمد ضيف، وسيذكر أبا الوليد، وسيذكر أبا العبد، وسيذكر ياسر عرفات، وسيذكر كل الفصائل المقاومة. لذلك اليوم يجب أن نتبع سيرة صحابة العصر، الصحابة الذين يعيشون اليوم، الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعايشوه، ولكنهم اقتدوا بجهاده، اقتدوا بصبره، اقتدوا بتضحيته، اقتدوا بسيرته وبعقيدته. ما علينا اليوم
إلا أن نسمع كلماتهم، لن نحتاج إلى خطب ولا إلى كلام ولا إلى أي شيء، يكفينا أن نشاهد ما يفعله إخواننا في فلسطين. وكلما شاهدنا ذلك تزيد حسرتنا، لأنهم إنما ينوبون عنا. لقد طيلة سنين زرعوا فينا الخوف من أن نقول كلمة جهاد، وربطوها بالإرهاب، وزرعوا فينا الخوف من أن نقول كلمة مقاومة. لكن جاء اليوم لنقول أننا كلنا حماس، وكلنا مشاريع جهاد، وكلنا مقاومون. ادعموا المقاومة وادعموا حماس، ادعموا حماس في المغرب، لأن هؤلاء القادة جاءوا المغرب برعاية الملكية. لا تنسوا 2020 هدية استقبل في المغرب استقبال الملوك، هذا الشهيد استقبل في المغرب استقبال الملوك، لذلك استشهاده يضرنا في المغرب ونشعر به في المغرب، واستجابتنا في المغرب ستكون كما هي العادة، استجابة لندائه، استجابة لمقاومته، استجابة لجهاده. وقد وصى الشهيد أبا العبد أن يكون الثالث من غشت يوم نصرة لفلسطين، فلنحج جميعا يوم السبت إلى الرباط، استجابة لعقيدتنا أولا ولواجبنا أولا، واستجابة لنداء أبي العبد الشهيد الحي. أبو العبد لم يمت، إنما انتقل من حياة إلى حيوان، إلى حيوات أوسع. الشهادة ليست موتا، وإلا لكان نسي من قبله، لكان نسي الشقاقي، ولكان نسي القسام من الثلاثينات، ولكان نسي الرنتيسي، ولكان نسي أحمد ياسين، لكن كلهم أحياء، سيرهم، جهادهم، مقاومتهم ولذلك وأفكارهم طبعا. إنما السيرة فكر، وسيرتهم ما زالت تجري بيننا، لذلك يجب أن نستجيب جميعا لندائه يوم السبت في مسيرة الرباط. ثم لا تنسوا واجبنا في كل وقت وحين، وقد قدموهم دماءهم، دماء أبنائهم، دماء زوجاتهم، بيوتهم، كل ما يملكون قدموه من أجل فلسطين. واجبنا أن نقاطع كل الشركات الصهيونية. مقاطعة شعبية، مقاطعة شعبية، وشركة صهيونية، وشركة صهيونية، مقاطعة شعبية، مقاطعة شعبية، وشركة صهيونية، وشركة صهيونية. أن نقاطع الشركات الصهيونية والتي تمول الجيش الصهيوني. وقد رأيتم وكثيرا ما نتجنب ذكر اسمائها، لكن اليوم يجب ان نقاطع الكوكاكولا، لانها شركة صهيونية، ويجب ان نقاطع الماكدونالدز،
لأنها شركة صهيونية، ويجب أن نقاطع الكيفسي لأنها شركة صهيونية، ويجب أن نقاطع كل الشركات التي أرادت أن تتمرد وهي شركات صهيونية. الشركات الأسواق الكبرى التي هي فروع لشركات صهيونية، أن تشتري عند البقال المجاور لبيتك هو دعم للمقاومة، أن لا تشتري عند الشركات الكبرى هو دعم للمقاومة، أن تستمر في المقاطعة هو دعم للمقاومة، وأن تدعم فلسطين وأن تدعم المقاومة. فالجهاد في القرآن هو أولا في كل الآيات، هو أولا جهاد مال، والذين يجاهدون بأموالهم أولا وأنفسهم، فلنجاهد بأموالنا دعما للمقاومة، ولنصعد من مسيرات رفض التطبيع، لأنه يشاع أن مجرما صهيونيا أكثر من إجراما من الذي سبقه، هو الذي سيمثل الكيان في المغرب. فلنرفع صوتنا بأننا نرفض التطبيع، وبأننا يريد إسقاط سفارة يا سفير، يا سفارة يا سفير، ارحل عنا يا حقير، ارحل عنا يا حقير، ولا سفارة يا سفير، فلنرفع صوتنا ونردد أننا نرفض التطبيع، وأننا لا نقبل بتمثيلية الكيان في المغرب، وبأن أضحوكة ربط قضيتنا قضية الصحراء المغربية بالاعتراف بالكيان هي أضحوكة يروجها الصهاينة، وسينال المغرب وحدته وتتحرر فلسطين، هما كلاهما قضيتان يجب أن نعيش من أجلهما. وأخيرا، هذا الذي نقوم به والله هو جهد المقل، لن يكفينا عندما نقف أمام الله ونسأل، وأكيد سنسأل، ماذا فعلت وماذا فعلت وماذا فعلت من أجل فلسطين؟ والله لن يكفين أن نقول وقفنا ورددنا، بل لن يكفين إلا إذا قلنا جاهدنا بما نستطيع. ونحن إلى حدود الآن لا نقوم بكل ما نستطيع، نقوم بجهد المقل، فلنتكاتف ولنستمر، والنصر بإذن الله لفلسطين. أسامي.